هو البدلة احنا اوريدي المؤلف متعاقدين معاه والمخرج متعاقدين معاه، بس احنا قلنا اكرم يعمل فيلم وتامر يعمل فيلم وبعد كده يلا نعمل حاجه البدلة، نعمل حاجه مع بعض. هو نجاح الفيلم بالميكس والكومبو بتاع اكرم وتامر مع بعض وتامر واكرم مع بعض. يعني سيبك من كلمه بدله، انا اي فيلم ممكن اروح كاتب عليه اسمه البدله 2 ممكن، بس وطبيعي مش هيبقى نفس الفكره ومش هيبقوا ظباط، لان هي الغرض ان دي بدله، في كل فيلم بقى هتبقى بدله ثانيه. اول ظهور لاكرم حسني انا عايز اديله حقه لانه صديق برضو، ينزل براحته وما نستعجلش. وكان الاستاذ محمد سامي مشغول في المسلسل في رمضان، دلوقتي احنا كان في اجتماع الاسبوع اللي فات وقعدنا بنرتب الايام ومواعيد النجوم عشان نبتدي نستارت من 25 او 24 7 ان شاء الله عشان ننزل في اخر 12 ان شاء الله. لو انا عندي ريسك او عدم الثقه 1% في النجاح اللي هنعمله ان شاء الله باكرم، صدقني كنت اول واحد مش هيخش الريسك ده. انا مؤمن جدا بامكانيات اكرم، والفيلم بجد مشجع، وانا بقول لك هيعمل فيدباك عظيم يعني ان شاء الله.